يعني حضرتك فعلا بتدور على الملخص بتاع الماتش يعني للامانه يعني عشان تتفرج عليه وتشوف الكوره الخطيره جدا اللي كانت بتضيع على المربع. يا راجل انا ذمتك ان انت الاربع خمس دقايق اللي هتكلم فيهم على المباراه دول هم دول اللي هيضيعوا وقتك؟ ما احنا ضيعنا 90 دقيقه بنتفرج على مباراه زي المباراه دي. مع احترامي نادي الزمالك ونادي طلائع الجيش، بس يا جماعه اللي بيحصل في الكوره المصريه دلوقتي الموضوع بقى اوفر بقى مبالغ فيه. طب خلاص يا جماعه ناجل جولتين ثلاثه لحد ما اللعيبه ياخدوا وقت في الاستشفاء ونرجع تاني نشوف كوره بجد، انما هنلعب كل 3 ايام كل 3 ايام كل 3 ايام علشان خاطر الاسم ان احنا جدول منتظم وبنلعب زي اوروبا وبنعمل وبنسوي. احنا مش زي اوروبا، اللعيبه المصري ما بتحملش لما كل 3 ايام ماتش عشان يشتغل بعض. كنا فاهمين الاهلي والزمالك هيستفادوا منها ان هم عندهم دكه وعندهم لعيبه جاهزه، بس في الاخر لا ده استفاد ولا ده استفاد. وقاعدين دلوقتي نتكلم في الحكام بس الفار بس مش عارف ايه. يعني الناس تسيب ماتش الزمالك وتقعد تتكلم على ان الكوره كانت ضربه جزاء. لو يا جماعه راجل ايده ثابته، الكوره رايحه جايه لايد الراجل، الراجل هيعمل ايه في ايده؟ هيقطعها؟ يقول لك لا بس الحكم ما رجعش للفار. طب ما هو استنى الفار قال له كمل وعادي الكوره ما فيهاش اي حاجه. شفت بقى يعني عشان خاطر الدوري عندنا الموضوع قليل قوي فبنقعد نركز في حاجات جانبيه. فليه ركعتوا الدوري؟ النهارده الزمالك كان عنده مشكله في الغيابات، زي غياب بن شرقي اللي اصيب اصابه في العضله الضامه في البدايه، وغياب بن شرقي في النسخه الحاليه بتاعت باتريس كالترون. الموضوع مؤثر جدا لان اشهر بن شرقي واحد من 50% من قوه الفريق. فلما بتلاقي غياب بن شرقي مع مستوى فرجاني الحالي مع مستوى اوباما الحالي في دور صناعه الالعاب تلاقي ان في مشكله. وكمان لما تلاقي ان لسه في قناعات ان كاسونجو ينفع يلعب ناحيه شمال، ان هو يا جماعه كاسونجو يلعب طرف، اللي هو كاسونجو بيعاني لما بيلعب فيرود، فما بالك لما يلعب طرف؟ لا ما احنا هنلعبه طرف عشان خاطر بنعتمد على انطلاقاته. طيب هو فعلا بينطلق؟ طب يعرف يعدي واحد على واحد؟ طب يعرف يعدي يعمل اي حاجه من ادوار الهاف؟ لا. طب ليه بتلعبوه هاف؟ عادي بقى مهاجم تاني بيضم في الكورات العاليه. لا ما هو معلش معايا كوره بتيجي من قبل 18 لعيبه بتلعب كروسات لمصطفى. طيب فين دور كاسانجو بقى كمهاجم تاني؟ كاسانجو ما بيضمش لان اساسا بيكون مايل ناحيه الشمال مستني عبد الله جمعه يفتح له. عبد الله جمعه اللي برضه هفضل اكد لك ان عبد الله بيحاول يرجع تاني للملعب علشان خاطر عبد الله كان بقاله طويل جدا قاعد على دكه لعب شافي. الفرقه فيها غيابات والفرقه فيها مشاكل، غير ان الفرقه بتعاني وهي في الحاله الهجوميه وهي معاها الكوره، فطبيعي انك تلاقي اداء نادي الزمالك سيء. بس اللي مش طبيعي برضو انك تلاقي كابتن عبد الحميد بسيوني عامل شغل كويس. ما ينفعش نقول ان هو قدم مباراه قويه جدا وقدم اداء محترم واداء يليق بيه والكلام ده، ان محمود جنش الكوره ما راحتلوش غير مره او مرتين، اللي يا دوبك كان بيبل في مجوانتي وكان بيبدا ان هو انا عايز اخد فرصتي بقى وعايز ارجع انافس جبل تاني على مين اللي لعب اساس في النادي، فما جاتش فرص ولا جات اي حاجه. كان اداء كويس في نص الملعب، نفس الازمات اللي بيعاني منها الزمالك في بنى الهجمه هي نفس الازمات اللي الفرقه بتعاني فيها في نص الملعب هي. صعب منطقة اوباما والراجل هو اللي جايب هدف الفوز، بس موضوع صناعه لعب موضوع انك تكمل في الكرات العاليه ده شاكين الموضوع بيختلف تماما. انت معاك الكوره وانت بتباص نص الملعب بتلاقي ان فرقه الزمالك ما عندهاش ايقاع، الفرقه مش عارفه تباص باصتين ثلاثه على بعض، تلاقي ان نص الملعب فيه فراغ، فرجاني واوباما بيخشوا على بعض ادوارهم هم الاثنين شبه بعض جدا جوه الملعب، اسلوبهم الاثنين جوه الملعب شبه بعض جدا، فالاثنين لما بيتوهوا الدنيا بتبقى صعبه جدا في نص ملعب الزمالك. وكمان مع غياب زيزو وغياب بن شرقي زي ما قلت لك الموضوع اختلف جدا قدام في الشكل الهجومي بالنسبه للزمالك، فالموضوع كان صعب جدا لحد ما اوباما ما خلص الليله دي بيحرز الهدف الاول، وساعتها الزمالك قرر ان هو يرجع اللعبه اللي هو بيحبها تاني. هنرجع بقى نستقبل اللعبه وهنرجع بقى ندافع ونلعب تحت الكوره ونستنى طلع الجيش يجينا وهنلعب مرتدات. طلع الجيش كان بيجي بس انا مش بعرف مصر نص الملعب، كنا مستنيين احمد سمير فعلا هيتحول كريستيانو قدام الزمالك، بس احمد سمير راجل لعب في الاول كويس بس كعاده يعني الناس دي مشوره تاني وريحوا بدنيا شويه، اللي هو السلام المصري في الانديه غير الزمالك بيلعب 45 دقيقه وبيجي رايح الشوط التاني. ما بالك بقى لما لعيب مصر ده كل ثلاث ايام ماتش هتيجي الشوط التاني هتلاقيه عامل ازاي؟ فتلاقي الحاله البدنيه بتاعته واقعه تماما. فمجرد ان الزمالك بيجيب الهدف الاول الموضوع بيبدا 70% مين اللي كفه الزمالك ان الماتش خلص بنسبه كبيره، حتى لو عمرو جمال نزل حتى لو داوود نزل، بس المشكله كلها ان الناس اللي تحتهم مش قادره تلعبه، لا مهند ولا فرانك ولا احمد سمير قادرين ان هم يلعبوا الناس اللي قدامهم. فانت لو نزلت 70 فرود ومفيش اي حد هيلعب عليه فهتلاقي ان 70 فرود دول مش عاملين اي حاجه جوه الملعب، حتى برضه لما نزلت باور برضه نفس الموضوع هو ليه؟ علشان خاطر مثلا لعب الشوط الاول كويس فالشوط الثاني ريحت. عشان كده بقول لك ان الموضوع صعب جدا في مصر. طيب يا عم الاهلي خد الدوري وادي الزمالك مركز ثاني، نقفل بقى الدوري على كده ونرضى بقى ونقول الدنيا بالنسبه لنا بقت زي الفل، احنا نقعد نتفرج على شويه جولات فيها معاناه. طب ماشي انا موافق ان انا اتفرج على الجولات فيها معاناه، بس ادي اللعيبه راحه على الاقل ياخدوا راحتهم شويه، احنا ناخد راحتنا احنا نتفرج على دوري امم اوروبا بصراحه، لان احنا اللعيبه في اوروبا وصلوا لفورمه ممتازه وما ارتاحوش فتره طويله، فعلى الاقل هيكونوا متعودين على الوضع الحالي، انما اللعيب في مصر هنا مش متعود على اي حاجه، لعيب يعاني
بحترم جدا كاترون بيجرب ان هو ينزل ناشئين، بحترم ان هو يلعب حسام ويلعب عبد المجيد، وكمان نلاقي ان هو لا حسام عبد الحسام اللي هو بيلعب طرف، وعبد المجيد الراجل اللي هو نزل مساك، وطبعا احمد عيد مكسب كبير جدا ناحيه اليمين، حتى في وجود حاجه زي احمد عيد سهل جدا ان هو يلعب اساسي، وكمان فرود صغير اللي نزل جاب جول في ماتش الاهلي، راجل برضه ممتاز جدا، والراجل بصراحه يعني في شباب كتير قوي في النادي مفترض ان هم يبداوا ياخدوا الفرص بتاعتهم، ويبداوا ان هم ما ينزلوش تاني، ويبداوا يتمرنوا مع الفريق الاول، ويبداوا كمان ان هم يكونوا نقد قوي جدا للاساسيين اللي في مكانهم، علشان خاطر مصطفى محمد لو حس باريحيه زياده في الشق الهجومي انه مفيش منافسه من اي حد، الموضوع هيكون بالنسبه له صعب جدا. فاتمنى ان الشباب في الزمالك يكملوا فرصتهم زي ما هي، واتمنى كمان ان انت ما تكونش زهقت ولا مليت من الفيديو، لان الفيديو سهل وبسيط، مش هنقعد نتكلم على ان المباراه كان فيها تحليلات جزئيه والكره كان فيها مش عارف ايه، اللي هو اساسا في 6 كرات راحوا بس على مرمى الفرق، يعني على الاقل ما حصلش ماتش اسوان وسموحه، ماتش اسوان وسموحه كان ماتش ممتاز، ماتش النهارده ماتش عادي الزمالك طلع كسبان فيه 3 نقط، واهم حاجه اخيرا شفنا مصطفى فتحي، اخيرا شفنا مصطفى، مصطفى فتحي لعيب ممتع جدا لحقيقه، الاصابات كان الموضوع بالنسبه له كان متغير جدا، اتمنى ان مصطفى فتحي في مكان يليق بيه تماما، تظن ان هو موهبه ممتازه جدا، بس مع الاسف الشديد الاصابات خدت مننا نجم كبير زي مصطفى، انا اتمنى ان مصطفى يرجع ويدوس على نفسه شويه والاصابات تبعد شويه عليه، هنلاقي ان مصطفى رجع تاني كويس مع بن شرقي، هنلاقي ان الموضوع بدا يختلف مع نجم كمان اللي كان عاده نجم فوق العاده، والراجل بيلعب كورسات سم حرفيا، والراجل بيعرف يعدي واحد على واحد، والراجل لما بيكون مطلوب منه انت تشيل الفريق بتلاقي ان اللعيب موجود وما عندوش اي مانع. مختصر بسيط، الفيديو ما فيهوش اي حاجه، ما بنتكلمش، انا كان تحليلي قول لي بس تحليلي اللي انا بتكلم عليه، الموضوع كان صعب جدا انك تتكلم تحليلي، لان انت اساسا شايف ان في لعيبه مستنيه الماتش يخلص باي طريقه، انا كان تحليلي